في الوقت الذي يصارع فيه العراقيون قسوة العيش ويسابقون الزمن للحفاظ على ما تبقى من رمق لهم، يستمر الكاظمي بتبرير إجراءات حكومته التي تسببت بانهيار قيمة الدينار العراقي وعصفت بالسوق المحلية. الكاظمي يقول إن حجم الودائع في البنوك العراقية بالدولار والدينار ارتفعت بعيد قرار التسعيرة الجديد لصرف الدينار العراقي، عادا إياه بأنه قبول ورضا شعبي، معتبرا ذلك إنجازا كبيرا لحكومته، وكأنه لم يسمع صدى صرخات الغضب في الساحات والميادين المنددة بقرار الإطاحة بالدينار. البارحة واليوم حجم الودائع بالبنوك العراقية بالدينار وبالدولار صعدت، تدل على قبول واضح بالتسعيرة الجديدة، وهذا إنجاز كبير. تبريرات زادت من وتيرة غضب العراقيين الذين صدموا بارتفاع أسعار المواد الغذائية في وقت تأخر فيه صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالتزامن مع تضاؤل حجم الطبقة الوسطى في العراق، والتي تقلصت من 60% إلى 30% عام 2020، وتضاعفت الطبقة الفقيرة في البلاد إلى 60% وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن. الإحصاءات الرسمية بدورها أقرت بأن مستوى دخل الفرد العراقي تآكل بنسبة 22.5% محذرة من اختفاء الطبقة الوسطى، لأن الناتج المحلي يكاد يكون منعدما أمام الاستيراد في ظل اقتصاد استهلاكي. تخفيض رواتب ومخصصات الموظفين زاد الطين بلة، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الاستقطاعات إلى نحو 30%، وهو ما سيرفع من مستوى خط الفقر إلى 35%، فيما ستكون نسبة العراقيين المعرضين للفقر حوالي 53%، وهذا يعني أن نسبة الطبقة الفقيرة حسب المعايير الدولية ستبلغ حوالي 89% من مجموع السكان. وفي هذه الدوامة من الانهيار الاقتصادي لم يبق للعراقيين سوى حناجرهم التي تصرخ منددة بالإجراءات الحكومية التي ستجر على البلاد كارثة وصفها المراقبون بالتاريخية.